أنا فخور في أبوي الله رحمه لأنه في روح الوطن المواطنين وأنه كان شجاع وطموح. كان أبوي يشتغل بالوزارة الداخلية وخدم الوطن ويحب الوطن. أنا أحب البحرين وايد وايد ومستعد أعطيها روحي نفس أبوي. أنا فخورة بك يا أبوي لأنك شهيد وفخورة البحرين وأنا أتمنى أن يصير نفسك بشرطي. إن شاء الله يوم أكبر يكون حلمي أن أكون ضابط أو أنتربنور. إذا كبرت أبي أصير طبيبة أسنان. أنا أبي أكون ضابط في حرس الملكي لأن أمي وأبوي خدموا وأنا أبي أخدم بعد فيها. بابا أنا أحبك وأنا فخور فيك لأنك حبيت البحرين وأنا بعد بصير مثلك وبخدم البحرين. أنا فخور أن شفت ملك حمد عدة مرات وأتذكر أنه كان يشجعنا وأنا أعتبره بمثابة أبوي الله رحمه ولأنه هو بابا حمد. أنا أقول بابا ملك حمد أنا فخورة به وأحبه وايد وهو أبوي الثاني. حبي للبحرين ما أقدر أعبر عنه، هي بحرين روحي، هي قلبي، هي كل شيء في حياتي. كما أبوي فدى روح الوطن وأنا مستعد أسوي مثل ما سواه.